بالنسبه للنويز، هنتكلم اول حاجه عن ايه الكومبوننتس اللي عندنا في السيركتس اللي ممكن تتاثر بالنويز. فاحنا عندنا الكاباستور والاندكتور، دول المفروض ان هم ما لهمش نويز، بس ده لو هم لوحدهم. تمام، احنا عارفين ان الكاباستور بيبقى حواليه طبعا بارازيتكس او اي اس ار ريزيستنس، ونفس الكلام للاندكتور، فدول اللي بيحطوا نويز على السيستم بتاعنا. طب الريزيستنس نفسها بيبقى لها نويز، بتبقى احنا دايما النويز بنعملها ريبريزنتيشن في سكوير او اي سكوير، فهي بتبقى لو هنعملها ريبريزنتيشن كفولت النويز، هنحط كاننا هنحط يعني نخلي الريزيستنس دي نويزليس ريزيستنس ونزود عليها نويز فولتج سورس، بيبقى 4 كي تي ار. لو كارنت هيبقى 4 كي تي على ار، الكي ده اللي هو بولتزمان كونستانت، تمام، تي تمبر. طب الترانزستور بيبقى له نوعين من النويز، ثيرمال نويز دي بتبقى وايت نويز، وفليكر نويز دي بتبقى فريكونسي ديبندنت، ودي بتبان اكتر في اللو فريكونسي، وهنقول ليه. تمام، الثيرمال لو كفولت هتبقى 4 كي تي جاما جي ام، لو كارنت هتبقى 4 كي تي جاما جي ام. تمام، والفليكر دي الرول بتاعها، ناخد بالنا ان الرول بتاعها هنا في واحد على اف، عشان كده كل ما الفريكونسي بتزيد كل ما افكت الفليكر ده بيقل. تمام، فده كده كانه ايه ملخص لقوانين النويز اللي هتقابلنا. احنا النويز اللي هنعملها اناليسيس تبقى يا اما ريزيستنس يا اما ترانزستور. طب لو ريزيستنس، احنا قلنا ريزيستنس الفي بتاعها هيبقى 4 كي تي ار، وهي وايت نويز، يعني هي اكستندد على طول الفريكونسي اكسس. بس هل ده واقعي؟ هل انا بيبقى عندي حاجه اسمها ريزيستنس لوحدها؟ لا، ان انا اي انتركونكتس حوالين الريزيستنس دي بيحط على طول ايه كاباستنس، فعلى طول بيبقى بتعمل ليميت الباندوث كانه لو باس فلتر، فده هي ليميت النويز بتاعتي. فازاي بنعمل، لا ازاي بنطلع الاكسبريشن الجديد؟ بناخد النويز اللي احنا طلعناها اللي هي 4 كي تي ار، اللي هي اس في دي اللي هي في السلايد اللي فاتت اهي كانت 4 كي تي ار، واضربها في الماجنيتيود بتاع الترانسفير فانكشن بتاعي سكويرد، واعمل انتجريشن ماينس انفينيتي لانفينيتي للكلام ده. تمام، او من زيرو لانفينيتي لو احنا هنبتدي الفريكونسي بتاعنا من زيرو، ده هيطلع كي تي على السي. ازاي الترم ده هيطلع كي تي على السي؟ ادي الديتيلد اناليسيز، يعني هي 4 كي تي ار، وادي ترانسفير فانكشن 1 على 1 زائد اس ار سي سكويرد، وعايز اجيب لها الماجنيتيود، فتبقى 1 على روت 1 بلس 2 باي اف ار سي سكويرد، وكل ده سكويرد، هلاقي ان السكويرد دي راحت مع الروت، فالكلام ده هيبقى التر بيتحول ل 10 ماينس 1. تمام، اف على 2 باي ار سي، دي من الكالكولس، يعني ارجعوا للكالكولس هتلاقوها بتطلع كده، فيطلع ده كده الفاليو بتاعت الانتجريشن من 0 لانفينيتي. طب 4 كي تي ار 1 على 2 باي ار سي، ال 10 دي من 0 لانفينيتي لو عوضتها هتطلع باي على 2 ماينس 0، يطلع في الاخر التيرم ده كله كي تي على سي. بس عايز من هنا بس نركز على نقطه، ده وده لما يتضربوا في بعض هيحصل ايه؟ الباي مع الباي هتروح، وهتبقى هنا ال2 هتتضرب مع الطول هنا، فهيبقى الترم ده 1 على 4 ار سي. تمام، 1 على 4 ار سي ده لما يتضرب في 4 كي تي ار، ده اللي هيطلع كي تي على سي، فده بنعتبره النويز باندويث. 1 على 4 ار سي ده النويز باندويث بتاعي. تمام، هيبان قدام بقى هستخدمه ازاي، في اكزامبل حطه قدام امتى هحتاج استخدم 1 على 4 ار سي دي، بس انا ببين لكم بس لو لما تيجي قدام جبناها منين. ان انا عندي ال 1 على 2 باي ار سي مضروبه في باي على 2 ماينس 0 هتطلع 1 على 4 ار سي. تمام، طب لو انا عايز احسن النويز بتاعتي هعمل ايه؟ كده النويز بتاعه الريزيستنس بلس كاباستنس بتعتمد بس على الكاباستور، وهي كي تي على سي. لو حبيت احسن النويز ايه الترم اللي ممكن العب فيه؟ اكيد مش كي واكيد مش تي، فممكن ان انا ازود الكاباستور. بس لما ازود الكاباستور هخسر في الباندويت، هخسر في السلو ريت، ان السلو ريت لو تفتكروا كان اي على سي. ممكن عشان احافظ على السلو ريت بتاعي هزود الكرنت، ازود الكرنت يبقى ايه الباور زادت، يبقى انا عندي باور ونويز تريد اوف. عايز نويز حلوه هحرق باور زياده. في سؤال لغايه هنا يا شباب؟ تمام، برضو ملحوظة تاني، لو أنا عندي الباندوتس بتاعي أو عندي سيركت
مثلا هي ده كده الفريكونسي دومين بتاعي ده الفريكونسي، وانا الانبوت بتاعي محتاجه لغايه هنا. تمام، الانبوت بتاعي دايما هيدخل من هنا، فده اليوزد فريكونسي رينج. مفيش داعي ان انا اعمل امبليفاير مثلا الفريكونسي بتاعه كده، الباندوس بتاعه سوري كده. ليه كل ده؟ يعني فريكونسي زياده انا مش محتاجها، بس بما ان الباندوس كبير فده معناه ان السي صغيره، فمعناه النويز كبيره. تمام، بينما انا ممكن اكبر السي اكتر واخلي الرينج بتاعي يبقى كده، وبساعتها ايه؟ كبرت الكاباستور، لسه محافظ على الفريكونسي الانبوت رينج اللي انا عايزه، الانبوت رينج كفريكونسي، في نفس الوقت قللت النويز. فمش دايما احاول اكبر الباندوس على قد ما اقدر، لا، اشوف الانبوت بتاعي بيبقى من رينج كام لكام، واحاول ان انا احافظ على الفاليو دي عشان ما بقاش باخد معايا نويز زياده على الفاضي. بعد كده هنتكلم على الترانزستورز. احنا هنتكلم في الاول كثيرمال نويز. فاحنا زي ما قلنا في اول سلايد، لو كارنت هي 4 كي تي جاما جي ام، ولو فولت لو فولت ب 4 كي تي جاما على جي ام. تمام، والفليكر زي ما قلنا هي بتبقى بتعتمد على الفريكونسي، فهي بتبقى عامله كده. يعني هي الثيرمال دي وايت نويز، فبتبقى اكستندد كده، والفليكر بتبقى بتقل مع الفريكونسي. طب بيبقى فيه فاليو دايما بدور عليها، اللي هو امتى الفليكر والثيرمال هيساوي بعض. يعني انا عندي النويز بتاعت الترانزستور عامه لو رسمتها من الدي سي او من لو فريكونسي قوي لغايه الهاي فريكونسي، هي عامله بالشكل ده. هنا بتبقى الدوميننت هي الفليكر نويز، وعند الهاي فريكونسيز الثيرمال هي اللي بتدومينيت. وعند نقطه معينه بسميها الكورنر فريكونسي، بيبقى الفليكر والثيرمال قد بعض. فكل اللي هعمله ان انا هساوي كارنت الفليكر كارنت الثيرمال بكارنت الفليكر، واجيب الاف سي بكام. تمام، طب في اسئله لغايه هنا يا شباب؟ ماشي، ناخد كده اكزامبل. هنا بيقول ايه؟ عندي انالوج بلوك ليه 90 دي بي دايناميك رينج، والثيرمال نويز بتاعته ب1 ملي وات. تمام، عايز اجيب لو دايناميك رينج الجديد عايز اوصله 96، عايز اعرف الكاباستور هيتاثر معايا ازاي في السيستم. اول سؤال، يعني ايه دايناميك رينج؟ دايناميك رينج هو 10 لوج الباور ماكسيمم على الباور مينيمم. طب ايه اللي بيليميت الباور ماكسيمم وايه اللي بيليميت الباور مينيمم؟ هو بيبقى زي رينج كده، الليميت هنا اللي هو الباور ماكسيمم دي، اللي هيليميت الباور ماكسيمم بتاعتي ايه؟ يا انما السيستم بتاعي نفسه، لو انا عامل مثلا اي دي سي هيبقى الفول سكيل بتاع الاي دي سي، لو سيركتس عاديه هتبقى اللينياريتي. احنا قلنا دايما بيبقى عندي ماكسيمم انبوت، بعدين اللينياريتي هتبوظ، فاللي بيليميت الماكسيمم باور هتبقى اللينياريتي. طب والباور مينيمم؟ باور مينيمم معناها السيجنال او الباور اللي هيبدا السيركتس تحس بيها، لو اقل من كده مش هحس بيها، فاللي هيليميت دايما الباور مينيمم بتاعتي هو النويز. تمام، لو الباور قلت لدرجه ان انا ما بقتش افرق ما بين السيجنال والنويز كده، دي كده السيركت مش هتقدر تحس بيها، فده كده تعريف الباور مينيمم. طب لو انا قلت بقى ان 90 دي بي هي 10 لوج باور ماكسيمم على بي نويز، احنا قلنا البي هنا كانت في السؤال ان هو ليميتد باي ثيرمال نويز، معناها ان البي مينيمم هي النويز بتاعتي. تمام، طب لو انا بقيت 96 دي بي وعايز احافظ على الماكسيمم هو عشان لينياريتي، البي نويز لازم اوصلها ايه؟ تبقى ايه المره دي؟ لو حولنا الاثنين دول من دي بي لارقام عاديه وقسمناهم على بعض، هنلاقي ان البي نويز نيو على البي نويز اولد هيطلع تقريبا 1 اوفر 4. تمام، يعني كده لازم الباور بتاعه النويز اقللها، او النويز فلور بتاعي اقلله ربع النويز اللي كان بيجيب ال 90 دي بي عشان اكسب 6 دي بي في الدايناميك رينج. طب انا عارف ان النويز بتاعتي هي كي تي على سي، لو احنا بنتكلم على سيستم RC مثلا. طب لو انا كده الاولد النيو سيستم والاولد سيستم، السي هيحصل لها ايه؟ احنا طلعنا ان البي نويز نيو هي ربع بي نويز اولد، يعني كي تي على سي نيو هي ربع كي تي على سي اولد، يعني الكاباستور لازم اكبره 4 مرات عشان اكسب ال 6 دي بي في الدايناميك رينج. تمام، في حاجه مش واضحه هنا يا شباب، سواء تعريف الدايناميك رينج او اي حاجه في المساله؟
طب تمام. هي الكي تي على سي دي باور ولا فولت؟ ده فولت سكوير فهي باور. تمام. هي مش ما تتقالش باور بالظبط، هو اعتقد هي بتبقى فولت سكوير على هرتز يعني لو انا فاكر الرولز صح، بس هي فولت سكوير عامه تاني. تمام. طب انا ممكن اتسال ازاي في النويز؟ ممكن يجيب لي هو عامه الاسئله هتبقى هو هيجيب لي سيركت يقول لي هات حاجه من الاثنين، يا يعني اما هات الاوتبوت نويز بكام، يا يعني اما الانبوت ريفيرد نويز. ليه بحتاج اجيب الانبوت ريفيرد نويز؟ عشان السيركت بتاعتي كل سيركت ليها جين مختلف عن التاني، فازاي هقارن ان سيركت A احسن من سيركت B كنويز؟ هي اصلا هتبقى الجين فاكتور داخل معايا في الحسابات، فانا عايز اخلص من فاكتور الجين ده، فعامل ايه؟ بريفير كل النويز بتاعتي للانبوت. لما اعمل كده شلت فاكتور الجين، فاعرف اقارن السيركت بتاعتي مين بيدي نويز احسن من التاني. تمام. فانا لو مثلا في السيركت دي عايز اجيب الانبوت ريفيرد نويز، الانبوت ريفيرد نويز هنمشيها بثري ستيبس. تمام. اول ستيب هتبقى اجيب اوتبوت نويز، اجيب الجين. اجيب اوتبوت نويز ازاي؟ ان انا هجيب الاوتبوت كارنت زي هنا اهو، اوتبوت كارنت، واضربه في الاوتبوت ريزيستنس فعشان اجيب كده الفولت. ده اول ستيب. تاني ستيب اجيب الجين. تالت ستيب اقسم الاوتبوت نويز على الجين سكويرد. تمام. تعالوا نشوف هنا ازاي. الاوتبوت ريزيستنس هنا بتاعتي كام؟ ار دي بارل مع ار نود. طب فالريزيست الكرنت نويز بتاعت الريزيستنس دي ايه؟ 4 كي تي على ار. هضربها، نفتكر ان ده كان فولت سكوير، فهنا هضربها في ريزيستنس سكوير، فتبقى هضربها في ار بارل ار نود سكويرد بلس النويز بتاعت ترانزستور 4 كي تي جاما جي ام، هضربها في ريزيستنس سكوير بلس الفليكر نويز اللي هي كي على سي اوكس دبليو ال 1 على اف جي ام سكوير، ده كده كان الكرنت، واضربه في ريزيستنس سكوير. تمام. كده جبت الفي اوتبوت نويز. عايز اجيب الفي انبوت، هاخد الفي اوتبوت واقسمها على الجين سكوير. الجين بتاع السيركت دي ايه؟ جي ام ار بارل مع ار نود، فتبقى جي ام ار بارل مع ار نود كل ده سكويرد. هقسم بقى الترمز كلها عليها، هتطلع الفاليو دي. تمام. فيبقى ده كده الانبوت ريفيرد نويز بتاعتي. طب في سؤال هنا؟ طب لو انا شلت الريزيستنس وحطيت مكانها ترانزستور وعايز اجيب الانبوت ريفيرد نويز، همشي بنفس الستيبس. نجيب الاوتبوت الاول. فالاوتبوت عباره عن ايه؟ اربعه زي هنا 4 كي تي جاما جي ام، بس انهي جي ام بقى؟ الاثنين، يعني هتبقى 4 كي تي جاما جي ام 1 بلس 4 كي تي جاما جي ام 2، واجنور الفليكر دلوقتي، وكل ده هضربه في ريزيستنس ار نود بارل ار نود سكويرد. تمام. فده اللي هو الترم ده 4 كي تي خدتها كومن فاكتور، فعندي جاما جي ام 1 بلس جاما جي ام 2 وكل ده في ريزيستنس. طب الفي ان هقسم على الجين، الجين اللي هو ايه؟ جي ام 1 في الار اوت. ايه الار اوت؟ اهي طبعا الار اوت سكوير يعني، فجي ام 1 سكوير في ار اوت سكوير. يطلع معايا الترم ده لما اقسم على الجين، هلاقي ان الار اوت مع الار اوت راحوا، اتبقى في الاخر واحد على جي ام 1 سكوير. ادخلها جوه القوس، يطلع الترم في الاخر بتاع الانبوت ريفيرد نويز هو ده. طب هنا لو انا عايز اقلل النويز بقى هعمل ايه؟ يعني اما اكبر جي ام 1، انما اقلل جي ام 2. جي ام 2 اللي هي بتاعت الايه؟ البايس سيركت دي. تمام. طب في سؤال هنا يا شباب؟ طب لو دخل معايا كاباستور، واكيد اي سيركت بيبقى لها لود كاباستنس، ده هيأثر ازاي في النويز بتاعتي؟ هيبقى زي ما قلنا قبل كده، انا كل اللي هعمله ايه؟ هضرب في الباندويث زي ما عملنا قبل كده، كانت 4 كي تي ار، ضرب احنا قلنا 4 كي تي ار كانت النويز بتاعت الريزيستنس، وضربناها في النويز باندويث، واحنا قلنا النويز باندويث هي ايه؟ 1 على 4 ار سي، وده طلع لي في الاخر كي تي على سي. فانا هعمل نفس الكلام، هاخد الفي اوتبوت بتاعتي
واضربها في الباندوتس، فده كده الفي اوتبوت هو ده كده القانون كان بتاع الفي انبوت، ضربته في الجين فتحول الفي اوتبوت جين سكوير طبعا، واضربه في 1 على 4 ار سي، ف1 على 4 الار هي ايه؟ ار اوتبوت 1 بار الار اوتبوت 2 ار نود سوري ار نود 1 بار الار او 2، واضربها في السي ال سي ال تمام، يطلع في الاخر الترم ده. وهنا بشرح ازاي جبنا الواحد على 4 ار سي، انما زي ما وريتها لكم ازاي طلعت في الانتجريشن، انما انا هقارن 4 كي تي ار ضربتها في النويز باندويث طلعت كي تي على سي، يبقى النويز باندويث عباره عن ايه؟ هعمل كي تي على سي ديفايدد 4 كي تي ار، يطلع في الاخر 1 على 4 ار سي، هي هي يعني تمام. اللي فات ده كله فيه سؤال يا شباب ولا لا؟ مفهوم؟ هو انا مش فاهم بس احنا ليه بنجمع الاثنين كارنت على بعض وبعدين نضربهم في الار؟ عادي انت ممكن تجيب كل واحده وتضربها في الار، هي هي انا كاني خدت كومن فاكتور. انا مش قصدي كده يعني، قصدي ليه يعني ليه بنجمعهم على بعض يعني؟ هو المفروض مش الاثنين يعني الاثنين هيمشوا في الار اوت يعني؟ مش فاهم قصدك. اه ما الاثنين هيبقوا ايوه انت بتجمع كل النويز سورسز دي كان جزء يعني قصدي النويز لما يعني بيتجمعوا. بعتبر ان الثاني مش موجود وانا بحسب الواحد. بص هو الجزء ده انا نطيته في الاول، يعني هو النويز لو uncorrelated فالنويز سورسز كلها بتتجمع على بعض سكويرد، يعني بتبقى الفي نويز توتال سكويرد هتساوي او كارنتس، يعني هتبقى في 1 سكويرد بلس في 2 سكويرد بلس في سي سكويرد وهكذا لو كلهم uncorrelated، واحنا بنعمل assumption ان هم uncorrelated تمام. تمام. في سؤال تاني يا شباب؟ لو كاسكود، لو كاسكود هنلاقي ان يعني برضو الانبوت بير ده النويز بتاعته بتظهر معايا الكاسكود ديفايس الافكت النويز بتاعه بيبقى مهمل. ليه؟ ان هو عشان لما بعمل ريفير للانبوت بقسم على يعني هقسم من هنا لهنا وبعد كده من هنا لهنا تمام، فهنلاقي ان هو الافكت بتاعه في الاخر ما بيبقى صغير جدا. عند الهاي فريكونسيز هيبتدي الافكت بتاعه يظهر، وموجود في المحاضره الديتيلد اناليسيس بيبين ليه الهاي فريكونسي هتخلي الافكت بتاعه يبان تمام. فلو انا عندي كاسكود ديفايس وعايز اجيب النويز تبقى 4 كي تي جمع على جي ام 1 بلس 1، ده اللي هو اللي عملناه قبل كده، يعني ده لو قارناه هيبقى شبه ده اهي 4 كي تي اور على 1 على جي ام سكوير بلس 4 كي تي جمع على جي ام لو اجنور طبعا الفليكر، هي هي نفس الفاليو تمام. فاحنا بن 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 بنهمل شويه الايه او الايفكت بتاع الكاسكود ديفايس بيبقى مهمل عند اللو فريكوينسيز. طب والتلسكوبيك نفس الكلام، انا عندي التلسكوبيك هيبقى اللي هيأثر معايا هو الانبوت بير واللود، التو كاسكود ديفايسز اللي هو 2 و3 دول هيبقوا مهملين تمام. وبما ان ده ديفرنشال بير فهضرب كل حاجه اطلعها في 2. ناخد مثال على موضوع ان انا هضرب كل حاجه في 2 ده، لو انا عايز اجيب الانبوت نويز بتاعه الديفرنشال بير ده فبسيطه، انا هاخد ال او اول ديفايس ده هضربه في 2 وتاني ديفايس هضربه في 2 تمام. ليه عملت جي ام 3 على جي ام 1 سكويرد؟ عشان انا بعمله انبوت ريفيرد، فانا لو عندي الديفايس ده هنا النويز بتاعتي السورس هنا عايز انقلها لهنا هقسم على جين الديفايس ده اللي هو ايه جي ام 3 ار اوت. طب وعايز انقل من هنا لهنا ثانيه يا شباب عشان ابقى اوضحها بس سوري نقولها تاني لخبطت. انا النويز بتاعتي هنا عايز اخليها اوتبوت ريفيرد هضرب في الجين، فالجين بتاعي هو جي ام 3 ار اوت، فمن هنا لهنا هضرب في الجين بتاع الديفايس ده جي ام 3 ار اوت، وبعد كده الاوتبوت ده عايز اريفيره للانبوت هنا فهقسم على جين الديفايس ده اللي هو ايه جي ام 1 ار اوت، الار اوت على الار اوت هيروحوا فيتبقى في الاخر جي ام 3 على جي ام 1 وطبعا كل حاجه سكويرد تمام. الحته دي مش مفهومه ولا واضحه؟ هقولها تاني. طب تمام. طب فهيبقى النويز بتاعتي هي برضو
8 كي تي 8 المره دي عشان هي 2 في 4 في واحده هنا خدناها بس كومن فاكتور واحده على جي ام 1 بلس جي ام 3 على جي ام 1 سكويرد تمام. انا بس شلت الفيو ان 1 والفي ان 3 وحطيناهم بالفاليوز دول دول تمام اللي هي 4 كي تي الفا جي ام 1 و احنا بس لما نعملهم انبوت ريفيرد اهو لما نعملهم انبوت ريفيرد يطلعوا كده اهو واحد على جي ام 1 وجي ام 2 على جي ام 1 سكويرد تمام. وهنا زودت الفليكر نويز بتاعت التو ديفايس. في سؤال ضربتها في اتنين برضو في سؤال هنا الشباب في حاجه مش واضحه او انا اتلخبطت فيها اعيدها لكم تاني. طب لو انا عندي ديفايس بتاعي هو 5 او تي اي اللي هو ديفرنشال بير وسنجل اوتبوت هعامله نفس معامله السلايد اللي قبلها دي. ليه؟ ان احنا عارفين هنا ان الفي جي اس ده هو هو الفي جي اس ده فيبقى الفولت اللي هنا بيبقى تقريبا هو هو الفولت اللي هنا تمام. لازم الاثنين دول يساووا بعض فهتلاقيها ان هي في الاخر بتبقى شبه السيركت دي وهتطلع نفس النويز بتاعتها تمام. في اي سؤال هنا يا شباب؟ طب هسال سؤال. لو انا عندي تو ستيج امبليفاير عندي امبليفاير 1 وراه امبليفاير 2 لما احسب النويز مين اللي هتبقى موست دوميننت نويز؟ مين اللي هتدومينيت هنا؟ لو انا عايز اجيب انبوت ريفيرد نويز اللي هي في النص اللي بين الاثنين دي؟ اه ليه؟ عشان هي اللي هتتقسم على الجين بتاع ال A1 بس لكن التانية اللي في الاوتبوت خالص هتتقسم على الجين في ضرب الاثنين يعني. لا انا بتكلم احنا هو انا مش فاهم انت بتجيب النويز احنا بنجيب النويز لسيركت انت يعني انا قصدي انا عايز اجيب النويز هنا فاني اللي هيبقى مور دومينانت اني اللي ههتم بالنويز بتاعته A1 ولا A2 اني النويز بتاعته هي اللي هتاثر معايا في السيستم A1 وانت صح A1 ان A1 فعلا هتتقسم على جين A1 بينما ايه النويز الاوتبوت الاوتبوت نويز بتاعت A2 لما اعملها ريفير للانبوت هتتقسم على جين A1 و A2 تمام. فانا لو بعمل ديزاين لتو ستيج امبليفاير ههتم قوي النويز بتاعت A1 تبقى اقل ما يمكن ونويز A2 مش مهم تمام. في الار اف حتى اول بلوك دايما في الريسيفر بيبقى ايه ال ان اي لو نويز امبليفاير ده بهتم ان النويز بتاعته تبقى اقل ما يمكن عشان ده النويز بتاعته هي الايه هي اول حاجه هقابلها بينما باقي السيستم قدام بيتقسم على جين الستيجز اللي قبله فبيطلع النويز بتاعه في الاخر لما نعمل انبوت ريفير لكل النويز بيطلع اكتر حاجه بتدومينيت هي نويز ال ان اي تمام. فناخد مثلا مثال انا هنا حاطط مسالتين من رازفي اكزامبلز فنبص عليهم. هنا مدي كومن سورس السايزنج بتاعه اهو ال ان موست ديفايس كارنت بتاعه 1 مللي واللود ريزيستنس 2 كيلو تمام. يعني هو كده ده شكل السيركت اللي هو بيقول عليها تمام. عايز نطلع التوتال انبوت ريفيرد ثيرمال نويز عند 100 ميجا باندويث فدي سهله دي عملناها قبل كده. الفي اوت الفي اوت هتبقى ايه الاي بتاعه الديفايس بلس الاي بتاع ريزيستنس كل ده مضروب هي ار دي عن ار دي بلس 4 كي تي على ار دي كل ده في ار دي سكوير والجي ام ار دي سكوير اقسم على الجين فيبقى 4 كي تي 1 على جي ام سكوير ار دي بلس جمع الجي ام. طب وهو عايز في باندويث 100 ميجا هضرب النويز دي في الباندويث تمام واخد روت سكوير لو عايز اجيب الفولتج ار ام اس. في سؤال هنا يا شباب؟ طب السؤال بيتيج كومن داتا وبيقول ان الكونتريبيوشن بتاع الام 2 تو انبوت ريفيرد نويز فولتج مش سكويرد از 1 فيفث بتاع ام 1 ايه الماكسيمم سوينج اللي ممكن نجيبه تمام.
نبص على المساله دي نشوف نمشيها ستيب باي ستيب. فاول حاجه هجيب النويز بتاعتي عشان افهم اعرف اربط النويز بتاع ام1 وام2. فالنويز بتاعت ام1 هي ايه؟ 4 كي تي او الاوتبوت عامه هتبقى 4 كي تي جاما جي ام1 بلس جي ام2 كل ده في الار اوت. تمام، عايز اخليها انبوت ريفيرد، ان هو السؤال هنا بيقول انبوت ريفيرد، فهيبقى اجيب الجين جي ام في ار اوت كل ده سكويرد، واعمل في او ان الفي اوتبوت على الجين، فيبقى في يطلع في الاخر ده الانبوت ريفيرد نويز بتاعتي. طب مش مهندس الشير واقف، انتوا واقفين عند فين؟ طب انا مش شايف حاجه متشيره اصلا. لا يا زهره مش كويس. طب مش شيرتي خلاص، ممكن اخرج واطلع اخش واطلع تاني اخش واطلع اخش كده طلع. طب باقي الناس طلع عندهم الشير؟ هو دلوقتي مش طالع بس قبل كده كان شغال كويس. ظهر شباب السكرين باينه ولا لا؟ مش شغاله. الو ايوه مش شغاله. مش شغاله مش شغاله مش شغاله كده. ظهرت ظهرت تمام لسه ظهرت دلوقتي. طب تمام، هو السؤال هنا مديني ال دي وبيقول ان هو الكونتريبيوشن بتاع ام2 الانبوت ريفيرد نويز فولتج مش سكوير، لازم يبقى 1 اوفر 5 من الكونتريبيوشن بتاع ام1، وعايز اجيب السوينج هيبقى ايه. طب فاحنا قلنا اول حاجه نعملها ايه؟ نجيب الانبوت ريفيرد نويز. فقلنا بنجيبها ازاي؟ اول حاجه هجيب الاوتبوت ريفيرد الاوتبوت نويز اللي هي 4 كي تي جاما جي ام1 بلس جي ام2 ار اوت سكوير، بعد كده فتبقى في الاخر دي الانبوت ريفيرد نويز بتاعتي. هنا هلاحظ ان ال M1 contribution هو 1 على GM، والM2 contribution هو GM2 على GM1 squared. تمام، بس طبعا ده ايه؟ هو باخد square root، لو عايز اجيب M2 هيبقى square root GM2 على GM1 squared، ده لازم يساوي 1 على 5 square root واحد على الجي ام 1 اللي هو النويز كونتريبيوشن بتاع ام 1 مع السكوير. هلاحظ ان 20 مره جي ام 2 عشان احقق الكونديشن اللي هو بيقوله. طب هو عايز يعرف تاثير ده على السوينج. انا عارف ان سيركت زي دي السوينج بتاعها ايه؟ في دي دي ماينس في اوفر درايف 2 ماينس في اوفر درايف 1. طب بيبقى لازم اجيب في اوفر درايف 2 في اوفر درايف 1 اجيب لهم equation او ريليشن لبعض. طب انا عندي جي ام 2 دي على في اوفر درايف، وهنا هو قايل ان الاي دي بتاع الاثنين. طب يبقى عندي هلاقي ان في اوفر درايف لما يبقى 25 مره درايف 1. تمام، يعني السوينج عندي هيبقى حاجة